نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفة، والبعثة التونسية تتابع جهودها لتيسير بقية الشعائر. العائلات تستكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ومسألة التنقل في الساعات الأخيرة تطرح إشكاليات تنظيمية. 33 رحلة جوية من وجهات مختلفة تحط بمطار جربة جرجيس الدولي، ومؤشرات بنهاية إيجابية للموسم المسيحي. الثامنة من تونس، أهلا بكم. الحج عرفة، أكثر من 2,300,000 من ضيوف الرحمن يواصلون المراحل الأخيرة من شعائر الحج لهذا العام، حيث نفروا عند الغروب إلى مزدلفة إن أدوا صلاتي المغرب والعشاء على أن يقفوا بها حتى فجر الغد العاشر من ذي الحجة قبل العودة إلى منى لتقضية أيام التشريق الثلاثة. يبيت حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر الحرام مزدلفة حتى طلوع فجر الغد العاشر من ذي الحجة، بعد أن أدوا فيها صلاتي المغرب والعشاء أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما يجمعون الجمرات لبدء رميها يوم غد الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومع شروق شمس هذا اليوم وباللون الأبيض لون لباس الإحرام، وقف ضيوف الرحمن في صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. هناك استمعوا إلى خطبة عرفات من مسجد نميرة، ثم صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ورفعوا أيديهم إلى الرحمن تضرعا إليه بالرحمة وطلبا للمغفرة. أجواء مهيبة ملؤها الخشوع، تلك التي جمعت حجاج بيت الله الحرام من كل أصقاع العالم. نتمنى ان ربنا يغفر لنا ذنوبنا كلها ونبتدي صفحه جديده مع ربنا، ولازم يبقى الواحد يبقى يراعي ضميره بعد كده في كل شيء اللي هو ممكن اللي هو يتصرفه او يعمله. بالنسبه للامه العربيه طبعا ان السلام على مستوى الامه العربيه ان شاء الله مقبولا. اول ده حازق ده ان شاء الله ان شاء الله. ويعود الحجاج صباحا الى منى لرمي الجمرات الثلاثه، بدءا بالجمره الصغرى ونحر الأضاحي ثم الحلق والتقصير، فالتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع وهو آخر شعائر الحج. وفي عرفة يواصل الحجيج التونسيون أداء مناسكهم وسط إحاطة طبية وتنظيمية متواصلة، قبل أن ينفروا نحو مخيمات البعثة التونسية في منى عبر مزدلفة بعد مغيب شمس اليوم. وأفاد نائب رئيس البعثة الصحية شكري حمودة في تصريح للأخبار أن البعثة تولت تأمين 700 عيادة في يوم عرفة ومتابعة 6 حالات في المستشفيات السعودية. تواصل قوافل الحجيج التونسيين توافدها على صعيد عرفة المقدس منذ فجر اليوم لأداء الركن الأعظم من الحج وسط أجواء روحانية مفعمة بالدعاء والتلبية والتكبير. وقد تم تأمين النقل السلسي والانسيابي للحجيج التونسيين من نزولهم في مكة المكرمة نحو مخيماتهم في عرفة، على أن ينفروا بعد مغيب شمس اليوم نحو مخيمات البعثة التونسية في منى عبر مزدلفة. من المغرب كل شيء تعدى على ما يرام، ومن بعد تم تفويج الحجاج الى منى اللي هي مرحله بالنسبه لنا احنا كفريق صحي نعتبروها مرحله صعيبه شويه، على خاطر ينجم يكون ثم بعض التعطيل نظرا للازدحام في السيركيلاسيون في الثنيه، وان شاء الله نوصلوا لميناء وان شاء الله نوصلوا حجاجه بكل لباس ميناء. ويواصل المرشدون والمرافقون والوفد الطبي الإحاطة بالحجيج الميامين خاصة المسنين منهم وكذلك المصابين بأمراض مزمنة. وإلى حد اليوم 10 الصباح شفنا أكثر من 400 عيادة، أغلبية العيادات هذه هي أما إرهاق ولا برودة ولا ثم بعض الحجاج اللي صارت لهم في سقاهم ضربوا ولا حاجه، قاعدين يقومون بالعلاجات نتاعهم الضروريه، وثم شكون اللي عنده دم ولا سكر يحس روحه متقلق يجي للعياده. الحاج احمد عنده ان بروبليم ريسبيراتوار،
يوميا يجينا العيادة نعملوا سيونس دي روسال باش يفرهدوا، هو بطبيعة تحت المراقبة والعلاج فهمت، وقاعد يتحسن شوي شوي فهمت، وان شاء الله يكمل الحج نتاع نعم. وتو احنا في عرفات جانا نعم جانا المخيم باش نعملوا الحصة نتاعه. وتسعى البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة إلى تزويد الحجيج بالنصائح الصحية والتنظيمية والنفسية والاستماع إلى مشاكلهم لإتمام بقية المناسك في أحسن الظروف. وينضم إلينا من البقاع المقدسة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم. سيد عظوم أهلا بك. مرحبا بك. كيف كان سير التنظيم اليوم عرفة الركن الأعظم للحج بالنسبة إلى الحجيج التونسيين؟ والله الحقيقه تمت في احسن الظروف. احنا توا اخر معلومات عندي توا في الحجيج كل خرجوا من عرفات وتوا في طريقهم الى مدينه الحوله. تمت في بغايه الالتزام الخطه اللي تعوضها بين مختلف الاطراف من الداخل الحمد لله ركنها وننتظروا ان شاء الله الحجيج يكونوا نعم. طيب كيف ستكون الامور التنظيميه في بقيه المشاعر خصوصا وكما تحدثت انه تم وضع مخرط كامل عندنا مشعر ميناء اللي هو يخدم يومين او ثلاث ايام حسب تعجبه يكمل هذوما طبعا يتموا في اسرع وقت احسن الظروف ووقت اعتقد الثقه اللي موسمها ان شاء الله يكون حقق الاهداف تاعو. نعم سيد عظوم هل تسمعني؟ تفضل. طيب هل تم تدارك ما يعني تدارك النقائص للموسم الحج السنة الفارطة برأيك؟ بالفتح نحن في كل موسم يقع السعي تدارك المصاعب والهينات اللي تقرا واللي رايح قاعد تكون طارئة وتكون نتحسن طارئة بالصعوبة ولكن ساعات حالات اللي هي ما تكونش بالعزبان والتأتي ولكن لحد الآن نجم نعتبروا في أفضل تفاصيل الردود هي الكل ساعتها كان 460 نعتبرهم اليوم أداوا مهمتهم وإن شاء الله رب يكمل بالخير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك وزير الشؤون الدينية سيد أحمد عظوم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ومعه أجواء خاصة تعيشها تونس من استعدادات لإحياء عادات مختلفة. كاميرا الأخبار رصدت أجواء الساعات الأخيرة قبل العيد. عيد يا بابا عيد يدور الكبش يدور وقولوا الطاحة. فاحت رائحة عيد الأضحى المبارك قبل ساعات من حلوله، فكل شيء في الأحياء أو الشوارع أو الأسواق يتحدث عيداً. هو العيد إذن حين تشكله لوحة من تحضيرات عديدة لعيد الأضحى أو العيد الكبير كما يحلو للتونسي تسميته. سكاكين تجحف، مشاوي تشترى، وعادات ما زالت حاضرة. بنجلى كل عام ونحن حيين بخير وكما مستنسين كما كل عام. عندنا شويه قراضي شويه مشويات راح يسكن بالعربي. شيت الشوايه، شيت المقص، وتو جيني الخضره ربي سهل. كل عام هكا يجونا من اخر الدنيا العباد فهمني يرحيوا بحذانا وحجره عربيه تشوفها فهمني ما تعمل حتى شيء باليدين وفي السكينه بالوقت شفت كيفاش تعملها. اللي يحضروا سكاكن واللي يحضروا كيما احنا كل انسان شنو الحاجات نتاع العيد نتاع فهمتوا الفرحه اكثر من الدنيا الكل. باش نطيبوا الزقديده ونعملوا المشوي وناكلوا كسكسي بالعصبيه. نعملوا كسكسي نعملوا مشوي ان شاء الله ربي يحيي تونس وربي يحميها. دواره القديد. عادات تتطلب مستلزمات عدة أولها وأكثرها أهمية لدى ربات البيوت الخضر الورقية العنصر الأساسي في المطبخ التونسي. ما عدوز قد قدنا كم زبالة ب 800 فرنك زبالة في حالة ما عندك ما تشوف فيها ب 800 فرنك. مش تعمل أنت باش تشري ولا شو تعمل؟ لا مانيش باش نشري يا بنتي مانيش باش نشري باش نمشي نعملها من شوية مرمس الكرشة والكبدة باش نشويها. الدنيا نار ومسمار بنيتي. غالية الخضرة ياسر غالية غالية 15 رطة ما عدوص علي أسوام حرة لله هذه بدينا شقاولك أنت صراحة ها واحدة وخايتي في البركة يذي ما لقاش رخيص ما نشريش نخليه لبعد العيد بعد العيد تو ترخص ونشري بطبيعتي الواهي اللهفة.
العيد إذن حين تجتمع فيه العادات بالتشكيات ليبقى مناسبة تقترب فيها المسافات والقلوب لتتقاسم فرحة العيد. عيادي يا بابا عيادي. نظمت وزارة التجارة بالاشتراك مع وزارة الصحة والأمن بولايتي تونس وابن عروس اليوم حملة مراقبة على بعض المواد التي تعرف إقبالا من قبل المستهلك بمناسبة عيد الأضحى. كاميرا الأخبار رافقت أحد فرق المراقبة إلى سوق الحلفوين بالعاصمة والمزيد في النقل التالي. أعطيني كيتونس سنان نرفع لكم الخلفيات الكل. لم تحقق حملة مراقبة شفافية أسعار الخضر والغلال في سوق الحلفوين بالعاصمة نتائجها بعد أن تحول الحوار مع أول مخالف إلى شجار غادرت على إثره فرق المراقبة الاقتصادية وفرق الأمن الوطني. إما عنده مخالفات برش، عنده البيع بأسعار غير قانونية، نرجع لجدول أسعار البير القاسعة، عنده عدم زيادة غير قانونية في الأسعار، ما يعطيكش الكيتونس، ما معناه ما يعطيكش الكيتونس، وزيد آخر حاجة البسكولة اللي يخدم بها حياتنا الكل نقولوا لهم راهي ممنوعة، شنو ما تعطيكش الميزان الصحية، للعام نلقاو فيهم الصعوبات هذوما، ما يجيش تاجر في وقت الذروة وقت الأعياد يكلمني من المنطقة هذيا، احنا لهنا مستعدين لتوقيف كل حاجة تمس المستهلك. أغلبية السلع نجي فيها من البر. نظم روحك في الأسوام غادي، تي علاش غادي كما فما شيء وجيوانية الخضار يعلم بيها ربي ويعلم بيها كالرب. البارح واليوم أسعار في المرشي خيالية خيالية. تدخل كل قداش بطاطا 12 خذ ولا خلي. ما عندناش ربطة في 20 قطعة ب 25000. معناتها أسوام خيالية عليه. نحن ندبروا في ريوس نجيبوا في السلعة من البر. نتعصروا باش نجيبوا شويه سلع ويعرفوا راه الاسعار كل تعرفها الموضوع هذا ما يكلموهمش. ويؤكد في هذا الشان المدير الجهوي للتجاره ان الفرق الاقتصاديه ستواصل حملاتها للتصدي لجميع المخالفين. التجاوزات موجوده الحقيقه احنا قاعدين معناها بالمرصد ليها وقاعدين معناها الخدمه نتاعنا ما تستهدفش العدد نتاع المحاضر هذا اللي نحب نركز عليه. راهو احنا معناها بقدر انه معناها نوعيوا التاجر ونوعيه معناها الوكلاء البيع انه معناها يسلكوا الطريق السليم ويتبعوا معناها المارج بينيفيسيير ومعناها يستظهروا بالفواتير ويحترموا معناها التسلسل نتاع الاسواق سوق الجمله سوق التفصيل. الا انه بعض التجار فهمتني معناها يحبذ انه تتعمل له مخالفه وما يتعاضش. هذا وتؤكد مصالح وزارة التجارة أنها رفعت خلال هذه السنة وإلى حدود شهر جوان الفارط 483 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع في الأسعار وعدم إشهارها. ومع حلول عيد الأضحى المبارك قدم العديد من الإخصائيين في مجال التغذية النصائح لفائدة المواطنين لاتباعها، كما وضع معهد التغذية أرقاما على ذمة المواطنين للاتصال عند الشك في سلامة الأضحية وذلك يومي غرد سبتمبر والثاني منه، حيث سيكون على عين المكان ثلة من الأطباء البياطرة. لضمان استهلاك صحي وسليم للأضحية قدم العديد من الإخصائيين في مجال التغذية نصائح عملية عند الذبح وصولا إلى مرحلة الاستهلاك، مؤكدين أن عملية الذبح تعد دقيقة وعندما تكون بطريقة سليمة تساعد على إفراغ الحيوان تماما من الدم ومن ثم حفظ اللحم لمدة أطول، كما أن استهلاك اللحم يكون مباشرة بعد الذبح في فترة لا تتجاوز ساعتين. عندنا وقت معين باش ناكلوا فيه اللحم على خاطر كي نذبحوه يولي عضلة اللحم ماهوش لحم معناها هيك الموسكل. دونك عندنا سويعتين قبل ما يدخل لنا اللحم في الريجيديتي كادافيريك معناها يبس ويولي يخرج في الاسيد نتاعو الاسيد لاكتيك ويولي اللحم يابس وعسير الهضم. يمر بثلاثة مراحل بعد ما يتذبح. ثم المرحلة الأولى هاك اللي تلقاه يبدا يرعش وثم المرحلة الثانية وقت اللي يجمد يولي يبس وثم المرحلة الثانية الثالثة هي مرحلة النضج. مرحلة النضج هذيك هي المرحلة المثلى باش المواطن يستهلك اللحم ويقصه معناتها احنا نقولوا بلغتنا الدارجة يقصته ويستهلكه ويخزنه. كما شدد الأخصائيون على ضرورة تجنب احتراق الشحوم عند شواء اللحم. ماذا بينا ما نحطوش اللحم ياسر على النار، ما لازموش يولي كربونيزي كحال، علاش؟ على خاطر فما ديكومبوزي كونسيريجين، معناها ألون تيرم مش في وقتها، ألون تيرم كي ناكلوا ديما اللحم كيكا معناها مشوي برشا، نجموا معناها لطف علينا نسهلوا في أنواع من السرطان.
هذا وضع معهد التغذية على ذمة المواطنين أرقاما للاتصال عند الحاجة والشك في سلامة الأضحية، وهي كالآتي: 71-577-513، 71-577-505، 71-577-509. كل عام نأكدوا عليها هي أن نراقبوا الكبدة متاع العلوش، نشوفوها يزمها تكون سليمة من ريحة. في حالة عندي شك نضرب تليفون نتصل، معناها أيام العيد اثنين، معناها نهار 1 و2 سبتمبر المعهد الوطني للتغذية مفتوح للجميع، ينجم يجيو من الصباح حتى للعشية مخر، معناها ما نسكروش. إذا كان شكينا خاصة في الرية والكبدة نلقاو كيلكيست هو ماء والأحجار خاطر يبس شوية، ماذا بينا كيف كيف ما نستهلكوش للكبدة ولا الرية، ونحاولوا الزوز ما نعطيوهمش ديريكت نلوحوهم معناتها في الطبيعة، بل بالعكس ناخذوهم نغليوهم نحطوهم في الماء يغليو على الأقل مدة ربع ساعة، وبعد نتخلصوا منهم ونلوحوهم في الفضلات. وفي حالة خزن اللحم أكد الأخصائيون على ضرورة أن لا تتجاوز مدة تجميده 9 أشهر. سيكون يوم عيد الأضحى يوم عمل بالنسبة لكل البلديات وفق بلاغ لوزارة الشؤون المحلية والبيئة. وأشار البلاغ أن البلديات اتخذت جملة من التدابير ضمن برنامج تدخلات بيئية استثنائية قبل وبعد وخلال أيام العيد لتطويق ظاهرة إلقاء فضلات الأضاحي. وتضع وزارة الشؤون المحلية والبيئة حاويات عملاقة خلال فترة العيد في بعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية لوضع فضلات الأضاحي، كما دعت إلى احترام توقيت رفع الفضلات وأماكنها التي تم الإعلان عنها على صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون المحلية والبيئة وصفحات التواصل الاجتماعي للولايات والبلديات. إلى النقل الآن، عشية عيد الأضحى يواجه بعض المواطنين مشاكل عديدة في الظفر بيسر على وسيلة نقل للوصول إلى وجهته حيث يقضي عطلة عيد الأضحى. كاميرا الأخبار رصدت بعض تلك المشاكل وتابعت زيارة وزير النقل لمحطة باب علوة. هكذا كانت محطة برشلونة للقطارات عشية عيد الأضحى، ما ان اقترب قدوم القطار للخطوط البعيدة حتى اندفع المسافرون من كل مكان، وحتى القفز من فوق القضبان للظفر بمقعد في القطار حتى لا يعيدوا الجلوس مرة أخرى في المحطة في انتظار قطار آخر قد يتأخر أو قد لا يأتي. أنا ماشي البرويس، والليني هذه تاع الشمال الغربي بالخص الليني هذه ديما فيها معاناة كبيرة. احنا كنا في الغادي ورجعونا لهنا، وهذيك هي تران صباح خاصين صباح، الصباح ما ثماش تران، دو تران تعدوا دو كومبلي على الاخر. المهم هو الصباح من 6 تاع الصباح، باس استنينا 10، ثم واحد جا 11، باسك حكاية 11، زوز ما ثلاثة ما تعرفش فيها. ماشي ترونسبور، شنو نعمل؟ وهاك تشوف، نورمالمون فما ترين واتب زايد، هاك تشوف. ويجيك ويدز وكشوف الباب كيفاش مسكر ويحطك في واحدة من غاديك، من بعد يعاود يبدلك من هون، من بعد يزيد يقول لك لا مش هنا اجا منا. الناس كلها وين تدبر بلايستران عاب، يشوف العباد هذه كلها باش تاخذ من بعد 3-4 رامبات وعندها صغار والمراوح للدهمين، وكيفاش باش تطلع العباد هذه الكل. وفي محطة باب علوة المشهد لم يتغير كثيرا، حالة الانتظار لحافلات الخطوط البعيدة تطول لساعات طويلة. من مروح لسيدي بوزيد وما فماش، قلنا كان الكار بتاع مدني نابطوا في 74، تقعد استنى يوصل الصف يقول لك الكار تعبت، اقعد استنى حتى تجي كار اخر، خاطر كار ما عندهمش برشا. مشي كل البارح جيت كيف كيف، اليوم الصباح جيت كيف كيف. مشاكل الاكتظاظ والانتظار عينها وزير النقل أنيس غديرة، واستمع إلى بعض المواطنين الذين نقلوا إليه استياءهم من عدم توفر وسائل النقل الكافية لتأمين جميع السفرات. فوق طاقتنا، ومهما صار ومهما تم تدعيم مع أسطول الشركات أنه ننقلوا كل المواطنين في الفترة ذيك هو صعيب، ولكن اليوم بتكاتف كل الشركات الوطنية والجهوية أنها تشتغل كشركة واحدة كمؤسسة واحدة. ونوه وزير النقل على هامش هذه الزيارة بأن العودة المدرسية لهذه السنة ستتم في ظروف أفضل من السنوات الفارطة، حيث تم تدعيم الأسطول ب200 حافلة جديدة. تتكثف عادة الحركة المرورية على الطرق السيارة بمناسبة العطل والأعياد، وبهذه المناسبة زرنا محطة الاستخلاص بمرناك بعد الظهر للوقوف على مدى سلاسة الحركة المرورية بهذه النقطة على طريق السيارة تونس الحمامات.
هذه نقطة الاستخلاص ببرناك في حدود الساعة 3 بعد الظهر، حيث بدأت توابير السيارات تتشكل مع مرور الساعات وخروج الموظفين من مراكز عملهم. فما شوية ازدحام موجود، موجود الازدحام موجود. بمناسبة موسم العيد نورمال، حاجة عادية، مش كما كنت نتوقع، متوسط. محطة الاستخلاص ببورناج والتي تكثفت فيها الحركة السوقية بمناسبة تصاعد وتيرة الحركة المرورية شكلت فضاء مناسبا للمرصد الوطني للسلامة المرورية لتوعية مستعمل الطريق بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية. نوجه دي بروشور مطويات على أساس أن نأثر على أكبر عدد ممكن من المواطنين من أجل الالتزام بقواعد وإشارات المرور. عاملين سنتور نتاعنا ماشيين واحدة واحدة، إن شاء الله نوصلوا لباس. وانا نسيس رواحنا والناس كل تروح لباس، وان شاء الله عيدكم مبروك. ويشكل السهو وعدم الانتباه من ابرز اسباب الحوادث خلال هذه السنه وفق مصادر المرصد الوطني لسلامه المرور. وبهذه المناسبة كثفت فرق والهيئة العامة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق من عملها، وكاميرا الأخبار رافقت فريق مراقبة السيارات الإدارية في مستوى محطة الاستخلاص بمرناج وعادت بهذا النقل. رغم مكوث فريق المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية في مستوى محطة الاستخلاص بمرناج لأكثر من ساعة زمنية، لم تسجل نسبة هامة من المخالفات في استعمال السيارات الإدارية. عندنا ساعة وربع، عندنا براسك 28 سيارة، فهمتني؟ تم توا المخالفات تساوي 3%، فهمتني؟ ثم توا برشا معناها نسجلوا اللي فما برشا انخفاض في المخالفات. فما شوية مش تشدد، اما شويه زياده في الرقابه في المناسبات، معناها في الاعياد في كذا، وقت تكثر التنقلات نكثف شويه من الرقابه. بعض مستعملي السيارات الاداريه استحسنوا عمل فرق المراقبه، خاصه وان ذلك يسهم في الحد من سوء التصرف في استعمال السيارات الاداريه وهدر المال العام وفق تعبيرهم. انا موظف يطير في الدوله، شلون تحرجني؟ ما تقلقنيش، بكل بالعكس تكثيف منها ما يقلقنيش. نورمال انسان يتبع القانون يمشي بامور قانونيه، حول له لباس سلامات. اذا بينا الحملات هذه من شانها ان تساهم في رفع الوعي عند المواطن، وانه نتصداو لكل ما هو غش. هيئه الرقابه العامه تقول على لسان موظفيها ان حمله المراقبه السيارات الاداريه على الطريق انطلقت منذ عام، وانه تم تسجيل انخفاض في عدد المخالفات. عدد المخالفات تقلص بشكل كبير، حيث كان في حدود 13% في بداية الحملة اللي انطلقت في سبتمبر الفارط، وهي اليوم في حدود 5%. أنا مقاربة يعني توعوية، نعولوا على الحس متاع المسؤولية وعلى وعي المستعملين متاع السيارات الإدارية باش يتجنبوا كل ما من شأنه أنه يعرضهم للمساءلة. هيئة الرقابة العامة تقول أيضا أن الحملة المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية ستتواصل على مدى أيام عيد الإضحى المبارك وفي كامل تراب الجمهورية، وتعول على تفهم مستعملي السيارات الإدارية. في السياحة الآن، شهد مطار جربة جرجيس الدولي وصول 33 رحلة جوية، منها 20 رحلة قادمة من فرنسا. رحلات للسياح الأجانب ستساهم في مزيد دعم حركية السياحة التونسية. حركية هامة يعرفها مطار جربة جرجيس الدولي، حيث شهد توافد عديد الرحلات الجوية القادمة من دول مختلفة وخاصة منها الفرنسية، التي سجلت قدوم 20 رحلة من مجموع 33 رحلة هذا اليوم. يوم كما عدينا موسم استثنائي، وإن شاء الله هي عودة لحركية اللي فقدناها في 2015 و2016. نحن نستقبل أكثر من 30 رحلة، هما 20 رحلة قادمين غيانك من فرنسا، والبقية من تشيكيا، من سان بيترسبورغ، من موسكو، من تونس، والسياحة الداخلية وأهميتها، من الجزائر، من المجر. هذا التوافد على جزيرة جربة سواء من السياح الأجانب أو مواطنين بالخارج وكذلك السياح التونسيين انعكس بالإيجاب على الموسم الحالي، وسيعطي مؤشرات هامة أيضا حتى ما بعد الموسم الصيفي. قضينا الكثير من الوقت في النزول على الشاطئ، كما قمنا بشراء بعض الأشياء أثناء زيارتنا إلى عند السوق. السكان في جربة ميدون طيبون وكرماء. عديت الفاكونس في جرجيس، تعدى جو بلقدي، جو سمح ياسر، تفرهدوا الذرية، البحر في جربة، جرجيس العراس،
هكا. بالنسبة ل 2016 في ارتفاع بنسبة 30% في عدد الوافدين، بنسبة 20% في عدد الليالي المقاتلات، خاطر تعرف الجزائريين بالنسبة لجربة خصوصية الجربة 70% 60-70% يمشوا للنزل والبقية يمشوا ويكريوا. تنوع الأسواق السياحية بجربة من فرنسا وروسيا وغيرها من بلدان العالم وأخيرا الجزائر هي أسواق كلاسيكية وأخرى جديدة ستنضاف إليها في قادم الأيام عودة السوق البلجيكية، وهو ما سيساهم في دعم السياحة بالمنطقة من أجل العودة بالمؤشرات السياحية إلى معدلات موسمية 2010. إلى موضوع آخر الآن، وفي سياق المشاورات حول التحوير الوزاري المرتقب، التقى رئيس الجمهورية البلجي قادة سيبسي اليوم بقصر قرطاج رئيس حزب أفاق تونس ياسين إبراهيم، وقد تناول اللقاء والتحديات المطروحة أمام الانتخابات البلدية القادمة وضرورة إنجاح هذا الموعد. من أهم المواضيع اللي داولناهم اليوم كيفاش نجموا انطلاقة جديدة للحكومة باش حقيقة تواجه هذه الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية قدامنا، والانتخابات البلدية التحدي اللي جاي قدامنا. احنا سنينا 7 سنين يلزمها تنجح، ما نجموش نسمحوا لرواحنا باش نخليو 3 ملايين توانسة ما همش مسجلين وما همش شاركين، وما نجموش زادة نسمحوا لرواحنا اليوم باش ما نخذوش هذه الانتخابات بالجدية الكافية سواء أحزاب وإلا مجتمع مدني. فقدت الساحة الأدبية والثقافية الأكاديمي والروائي والناقد محمد الباردي الذي وفته المنية اليوم عن سن نهزت 70 عاما. استهل الفقيد مسيرته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، ثم نشر روايته الأولى مدينة الشموس الدافية سنة 80 و900 ألف، كما صدرت له روايات عديدة منها الملاح وسفينة وقمح إفريقيا وعلى نار هادئة وجارتي تسحب ستارتها وكرنفال الفائزة بجائزة الكمار الذهبي سنة 2005 وديوان المواجع المتوجة بجائزة الكمار الذهبي للرواية العربية لسنة 2014 والتي يعتبرها رواية العمر بالنسبة إليه. أخبارنا العربية والدولية نبدأها من الجوار الجزائري، حيث هز صباح اليوم تفجير انتحاري مدخل مقر مديرية الأمن بمدينة تيرت غربي العاصمة الجزائرية. الهجوم أسفر حسب مصادر طبية وعالمية متطابقة عن وفاة 3 من رجال الأمن، وحسب المعلومات الأولية فإن المهاجم أطلق النار على عنصر الأمن المكلف بالحراسة قبل أن يفجر حزاما ناسفا كان يرتديه على مقربة من مركز شرطة. وقد طوقت مصالح الأمن إثر هذه العملية مداخل المدينة ومخارجها وسط حالة من الاستنفار القصوى. تمكنت القوات العراقية من استعادة مدينة تل العفر من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ومن بسط سيطرتها على كامل محافظة نينوى، وفق ما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان له. أعلن لكم أن تل العفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن. هي مقتطفات من البيان الذي جاء في الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على الانترنت، بيان أعلن فيه العبادي عن استعادة مدينة تل العفر ومحافظة نينوى بالكامل من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. إعلان يأتي بعد أن تمكنت القوات العراقية من استعادة بلدة العياضية شمال تل العفر التي تمثل آخر جيوب التنظيم في محافظة نينوى، وبعد نحو شهر من إعلان تحرير الموصل. كما يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من بدء الحكومة العراقية عملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة تل العفر، شارك فيها 50,000 عنصر من الجيش والقوات الجوية وقوات الحشد الشعبي وبدعم من قوات التحالف الدولي. هذا وتعد استعادة تل العفر التي تحظى بموقع محوري بين منطقة الموصل والحدود السورية انتصارا جديدا للقوات العراقية في معركتها الانتصارية نزاع الأراضي التي سيطر عليها مسلح التنظيم. مسلحون حذرهم العبادي في بيانه قائلا إن القوات العراقية ستلاحقهم أينما كانوا، وأن الخيار الوحيد لهم هو الموت أو الاستسلام. هذا ولم يعد تنظيم داعش الإرهابي يسيطر في العراق إلا على مدينة الحويجة الواقعة بمحافظة كركوك ومنطقة القائم الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار في غرب العراق.
وفي أخبار الرياضة، تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر للمرة الأولى في مسيرتها للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب إثر فوزها على الأمريكية بريني مينور بمجموعتين دون رد، وستباري أنس جابر في الدور الثاني الأمريكية كوكو فاديفيغا المصنفة 20 عالميا. انتهت منذ قليل الندوة الصحفية التي عقدها المدرب نبيل معلول، وألقى خلالها الضوء على استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم لملاقاة منتخب الكونغو الديمقراطية غدا بملعب رادس. وأكد معلول صعوبة المباراة وقدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفوز. مفتاح المباراة حسب رأينا هو التركيز، الفريق مش يكون مركز أكثر طيلة المباراة هذه، لأنه هم يملكوا لاعبين على مستوى عالي، باكومبو، فياريال، موبيلي، ريل، كابانونغا، أستانا، معناها لاعبين ينشطوا تقريبا في أحسن البطولات، لكن احنا زاد عنا لاعبين على مستوى عالي جدا اللي ينشطوا في فرق كبيرة، وإن شاء الله نشوفوا فيهم كان معناها الخير. وللاطلاع على آخر استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو الديمقراطية انضموا إلينا مباشرة من الملعب الأولمبي برادس موفد الأخبار أنيس الماجري. أنيس أهلا بك، وكيف تصف لنا تحضيرات المنتخب الوطني لمباراة الكونغو عندك الآن؟ تسمعني أنيس؟ أنيس؟ طيب نمر للخبر الموالي ثم نعود ليانيس إن كان حاضرا. في مباراة جرت منذ قليل حساب المجموعة الأولى، تغلبت غينيا على ليبيا بنتيجة 3-2، غينيا تقدمت بهدفين سجلهما نابي كيتا وديمبا كامارا، ثم نجحت ليبيا في إدراك التعادل بفضل هدفي معتصم سابو وأكرم الزاوي، ثم توفق المنتخب الغيني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضاع من تحقيق هدف الفوز بواسطة الخليل بانجورا. المباراة شوف الاخر في التغطية، اللاعب يجي من خلف ويقطع امامك والحارس اللاعب اللي. وضمن منافسة المجموعة الثالثة لتصفية كأس العالم لكرة القدم، تغلبت أوغندا على مصر بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما مساء اليوم بكامبالا، وسجل إيمانويل أوكوي الهدف الوحيد في الدقيقة 52. نعود إلى موفد الأخبار أنيس الماجري إلى الملعب، ملعب الأولمبي برادس، وتنقل لنا أنيس الصورة هناك، وما هي استعدادات المنتخب الوطني لمباراة الغد؟ شكرا لك غزال، مرحبا بك وكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى مباشرة من الملعب الأولمبي برادس اللي باش يحتضن المباراة هامة غدا المنتخب التونسي ضد نظيره الكونغو الديمقراطية. والمنتخب الآن في هذا التوقيت بالذات قاعد يقوم بآخر حصة تدريبية، ملعب الفرعي برادس منتخب الكونغولي باش يلتحق بعد قليل الساعة 9 بالضبط بهذا الملعب نفس توقيت المباراة الملعب الرئيسي، باش يقوم أيضا بآخر حصة تدريبية. كما تعرفوا الناس كل المدرب الوطني نبيل معلول كان قام منذ قليل بندوة صحفية تحدث خلالها على أهمية هذه المباراة على درب التأهل إلى مونديال روسيا، وتحدث خاصة على المباراتين الحاسمتين ضد المنتخب الكونغولي سواء هنا في تونس أو في الكونغو. في ظرف 4 أيام المنتخب التونسي مطالب بتحقيق يعني فوز في تونس ولمال العودة بنتيجة إيجابية من الكونغو. تحدث نبيل معلول أيضا عن العامل البدني الهام، نظرا أن هذه المباراة مش بتكون كيف مباراة المنتخب المصري اللي حقق فيها المنتخب التونسي انتصار هام. منتخب الكونغو الديمقراطية معروف عنده عناصر
كبيرة تنشط في البطولات الأوروبية العتيدة، تحدث عن العمل البدني اللي باش يكون عنده دور كبير جدا في مباراة الغد، على كل من خلال التدريبات ومعاينتنا لتدريبات المنتخب التونسي. تشكيلة باش تكون تقريبا نفسها اللي يعول عليها المنتخب التونسي ضد المنتخب المصري، باستثناء طبعا عودة الحارس البلبولي وأعمى غياب الفرجاني السيسي. سيعول تقريبا نبيل معلول على لاعبي ارتكاز في تونس، بما انه سيلعب نفس باش يكون اكثر هجومي على كل 70% تقريبا باش تكون تشكيله على النحو التالي: ايمن المثلوثي، علي معلول، حمدي نجاز او رامي البدوي، بما انه رامي البدوي معروف بنفس هجومي اكثر، ياسين مريح، سيام بن يوسف، غيلان الشعلالي، ومحمد امين بن عمر لاعبي ارتكاز، يوسف المساكني، نايم السليتي، يانيس البدري، وطه ياسين الخنيسي. تقريبا هذه التشكيله اللي باش تكون اساسيه في مباراه الغد. نتمنى طبعا حظ موفق لمنتخبنا التونسي على درب التاهل الى مونديال روسيا 2018، وان شاء الله عيدكم مبروك. نعود معك قبيل، تفضل. شكرا جزيلا لك اذا انيس الماجري، كنت معنا من ملعب الاولمبي براد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. بطبيعه الحال ننهي النشر بهذا الخبر الثقافي: تساهم المهرجانات المحليه في تنشيط الحركه الثقافيه بالجهات واكتشاف المواهب الشابه، ومهرجان اوزاليس بالعاليه من ولايه بنزرت واحد منها. هذا المهرجان يحاول ارضاء جمهوره حسب ما يتوفر عليه من امكانات ماديه. في ملعب كرة يد انطلقت الدورة الأولى لمهرجان أوزاليس بمدينة العالية، واليوم يزدل الستار على دورة 30 في الملعب البلدي بالمدينة. العالية التي كانت وجهة الأندلسيين بعد سقوط غرناطة في القرن 15 تحمل اسما رومانيا أوزاليس، وقد كانت أحد مستعمرات هذه الإمبراطورية. كانت عمل في دار الثقافة، دار الثقافة الباهي فيها أنها مهيئة للمرافق الكل قريبة، ولكن عمري ما كانت مهرجان دار الثقافة هي للأنشطة الصغيرة. المهرجان يجب يكون في فضاء متسع، وأنا الأوان للسلطات في العالية أن يتفكر في فضاء لمهرجان العالية اللي هو عمره 30 سنة. مهرجان أوزاليس والذي قدم لجمهوره برمجة راوحت بين المسرح والعروض الغنائية، اعتمد المشرفون عليه على الفرق الشبابية الهاوية، وذلك نظرا لضعف الميزانية المرصودة له، وهي برمجة استحسنها البعض ولم ترق للبعض الآخر. والله جيت الصنفرة وكان صريح حلو. ماذا بينا عروض ما أقوى؟ ما معناها ما أقوى؟ معناتها فنانين ثقال اكثر معناتها في الفن نتاعه، ولكن هذا مربوط بميزانيه، ميزانيه تعبه شويه. لا احنا شنو ما احنا هذاك المطلوب، هذاك اللي نطلبوه معناتها ميزانيه. الله يجيب فنانين باش يزيد الاقبال يعني. مهرجان أوزاليس والذي يمثل كمثله من المهرجانات المحليه متنفسا للمتساكنين، يهدف بالاساس الى اكتشاف المواهب في شتى المجالات الثقافيه وتأطيرها والتعريف بها. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفة، والبعثة التونسية تتابع جهودها لتكسير بقية الشعائر. العائلة تستكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ومسألة التنقل في الساعات الأخيرة تطرح إشكاليات تنظيمية. ثلاث وثلاثون رحلة جوية من وجهات مختلفة تحط بمطار جربة جرجيس الدولي، ومؤشرة بنهاية إيجابية للموسم السياحي. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في. نقطتين. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا منتصف الليل، إلى اللقاء.